انا قلت لك السيد الوزير دخل لشي سجن السجون المغربيه، ومثلا دخل للسجن بوركايس زنزانه فيها 4 متر ونص على 3 كيجلسوا فيها كيناسوا فيها كيعيشوا فيها اكثر من 22 ديال الناس، وغادي تكثر الطلاق وغادي تكثر النفقه وغادي تكثر التشفارت وغادي تكثر المقاولات اللي غطب. اذا نحتاجوا السجون، تهضرنا على البراسلي وعلى العقوبات البديله. استفزيتني السيد الوزير الوقت شفت هادشي اللي كنقولو شفتو بعيني نعاودو لي التواحد، شنو خصك العريان قالو الخاتمه مولاي. The best TV. مساء الخير الإخوان والأخوات المحترمون والمحترمات. أصدقكم القول أنني ترددت كثيرا قبل أن ندير هذا المباشر للموضوع ديالو، غادي يكون بعض السجون والمعاناة التي يعانيها الموظف ديال السجون والسجين. كنت أود أن أتفادى الخوض في هذا الموضوع، ولكن خلال متابعتي لبعض المواقع شفت واحد المداخلة ديال السيد الوزير المحترم السيوهبي كيهضر فيها على السجون، كيهضر فيها على العقوبات البديلة، وكيهضر فيها على قلت لماذا أنني نوجه واحد الرسالة، بما أن السيد الوزير المحترم هو حاليا لم تعد له اي علاقه بالاداره العامه بالاداره ديال السجون الادماج، ما بقات عنده حتى علاقه، ولكن بما انه هو شي شويه مجتهد نكلفوه بواحد الملف انه يترافع عليه، يترافع الملف ديال الموظف ديال السجون وترافع الملف ديال السجين. انا غادي نشرح لكم كيفاش الموضوع غادي يكون. السيد الوزير المحترم بعض المرات ملي كيكون كيدير المداخله ما فهمتش واش كيكون كيهضر على المغرب وعايش مع المغاربه وكيحس بالمغاربه والمعاناه، ولا كيهضر على شي شعب اخر. شفت واحد المداخله ديالو غنهضر معكم غنشوفوا هاد المداخله بعد ذلك غندخل معكم في التعقيب على هاد المداخله ديالو. شوفوا معايا هاد المداخله. بالنسبه لما يخص الكبار، قلنا اذا عوقب بجريمه اقل من سنتين يمكن مقابل ان يدخل السجن يؤدي ثمنها الى الدوله. شو يشري الايام ديالو؟ بين 100 و2000 درهم اليوم يؤدي يعني فائده الدوله ولا يدخل السجن. قلنا كذلك كما عرفتوا بانه دايرين ما يسمى بال هذاك البراس الالكتروني او السوار الالكتروني، وقلنا كذلك مجموعه من العقوبات الاخرى التي يمكن الدولة ان يدخل الشخص. شكرا سيد الوزير. السيد الوزير يتكلم على ان السيد الوزير بغى يرد الحبس، هو الحبس غير ديال اسمحوا لي على واحد المصطلح ديال الدارجه، الحبس ديال الحازقين اللي بغى يشري الحبس ديالو يشريه ب 2000 درهم النهار. حنا دولة العالم الثالث مخير فينا ما كيسمش باش يتقات، واللي دخل للسجن بغى يشري الحبس ديالو من 2000 درهم يمكن له يشري النهار ديالو. هذا بغى يخلي الحبس السجن خاص بالفقراء والمسحوقون والبؤساء. هذه نقطة. السيد الوزير يتكلم عن السوار، عن البراسلي بالعقوبات البديلة. السيد الوزير واش كتهضر منيتك كتهضر على البراسلي الكترونيك؟ واش السيد الوزير أتعي جيدا أن المغرب يحتل مراتب متقدمة في كل شيء؟ دخل لجوجل ودير المغرب شكي كيحتل شمن رتبة وتعرف الحقيقة انك السيد الوزير بعد النوبة كتبان لي انك ما فاهم والو. قبل لا نبدأ بالمؤسسة ديال الادماج ديال السجناء بالمندوبية، نبغي نحيي المندوبية العامة للسجون والادماج، من خلالها نحيي جميع الموظفين والموظفات اللي كيقوموا بواحد العمل جبار، عمل قيم كيقوموا به هاد المندوبية ديال السجون، ولكن هذا الشيء ما كيترجمش على انه كيتعطاو لهم بعض الحقوق ديالهم المسلوبه، وما كيترجمش على ارض الواقع انهم يدعموهم باش ملي غدعم الموظف ديال السجن وغتسترتاحوا نفسانيا وماديا
غادي يعطي اكثر وغيعطي السجين وغيعطي حتى السجين غيرتاح. غادي تشرحوا لي غتقول لي كيفاش المندوبيه العامه ديال السجون لم تعد تابعه لوزاره العدل، فهي تابعه مباشره الى رئيس الحكومه السي عزيز اخوش، مندوبيه مباشره تابعه. وباش نكون معكم واضح، الموظفين السجون كيعانيو والناس والمواطنين كيتخيل لهم انهم راهم هاد الموظف السجون كيشد واحد الرواتب اللي ثمينه وعندهم امتيازات، هما عايشين الويلات كيعايشين احنا الشعب المغربي عايشين واحد 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 النقص. فغادي نعطي مثال بسيط، يمكن لك السيد الوزير المحترم ترافع على انه تسول علاش الموظفون ديال السجون ما كيتقاداوش واحد الاجره ديالهم عن السكن كباقي الموظفون. هذه الاولى. يمكن لك السيد الوزير المحترم تسول علاش بعض الموظفون السجون اللي كيحملوا السلاح ما كيتقاداوش التعويض عن السلاح. نعطيك هاد الجوج ديال 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 النقط ترافع عليهم، لان هاد الناس ما عندهمش اللي ترافع عليهم وما عندهمش حق هما يدخلوا لا في النقابه ولا في الجمعيه ولا والو. حنا كلفناك بانك انت مجتهد السيد وزير العدل ترافع على جوج نقطات. علاش انا كندافعوا على الموظف؟ انا ملي غندافع على الموظف غيكون مرتاح، غيرتاحوا السجناء. وبغيت ندعيك السيد الوزير على انك دير شي زياره للسجون، احد السجون، باش تعرف الواقع. يمكن لك تزور السجن مثلا، السجن ديال بوركيز ديال الزليليك، تزورو وتشوف المعاناة اللي كيعانيها السجين. وغادي نختصر لك المعاناة، زنزانة فيها 4.5 متر على 3، كيجلسو فيها كينعسو فيها كيعيشو فيها أكثر من 22 ديال الناس، وهي نورمالمون كتهز 8 ديال البلايص. ما يمكنليش انا نلوم الموظف نقول له علاش حشيتيني في هاد الزنزانه فيها 22 الناس حيت ما كاينش البلايص. كنا بالامس كنلوموا الحكومات السابقه كنقولوا لها علاش كتقولي انك بنيتي السجون. دابا كنقولوا للحكومه اللي دازوا اللي قرروا انهم بنيوا السجون شكرا لكم، لانكم تفطنتوا وعرفتوا ان هذه الحكومه اللي جايه لن تفي بوعودها ووعودها، وغادي تكثر الطلاق وغادي تكثر النفقه وتكثر التشفارت وغادي تكثر المقاولات اللي غطب. اذا نحتاجوا السجون، اذا خص الناس فين تنعس، اذا ما خص تنتهك الحقوق ديال المواطن. يدخل مواطن الحبس احتياطي باش يدوز الحبس ديالو، ريتما يدوز المحاكمه ديالو عند قاضي التحقيق والابتدائيه والاستئناف ومازال ما تثبتش عليه حتى حاجه، ويعيش الويلات ويعيش الحقره ويعيش الظلم. ونكون معكم جد صريح ان كيندخلوا اوطور ناس، كاين دي نوطير، كاين الناس عندهم الشركات وكاين الناس اللي كدا، وانا هادشي عينته بام عيني ونعسو في الارض قرب المرحاض. هادي اللي كالسيد الوزير انك كتمشي على برا اوروبا وكتسري اتفاقيات ديال حقوق الانسان والمعاهدات باش تبقى تريد شويه، دير واحد الزياره لاحد السجون. المواطن يعاني من الاقتضاض، الاقتضاض خصكم تبنيو السجون. حنا لا انا 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 قبضتي شخص معين وسلبتي الحريه ديالو ودخلتي للسجن، خصك تقد به، خصك توكلو مزيان، خصك تنعسو. دابا مازال ما تثبتش عليه حتى حاجه، وانا ما يمكنليش نلوم الموظف ديال السجن نقول له علاش مشيتيني في زنزانه فيها 22 الناس وهي كتهز 8 د البلايص، الناس كتنعس على جنب. ملي كنموتو وكنمشيو للمقابر كناخذو 40 سنتيم عند مولاي الكريم، حتى هنا في الدنيا هنا في بعض السجون كناخذو 40 سنتيم. واحد كينعس جنب جنب، كينعس اربعه كينعسو في واحد 80 سنتيم ولا متر ربعه على جنب. هادي هي البراسلي، كتهضرنا على البراسلي، كتهضرنا على البراسلي وعلى العقوبات البديله. استفزيتني يا السيد الوزير المحترم، فترافع على الموظفين اللي واحد المجموعه ديال الموظفين المساكن اقسم بالله الا كيعانيو نفسانيا، وشكون حس بهم؟ واحد كيدخل للسجن هو موظف، انا اعتبر الموظف اللي كيقتم في قلب السجن هو سجين بدون حكم، حكم ديالو طويل ما عندوش حكم صغير الى اجل غير مسمى. هاد الموظف خصني نعنى به، خصني نعنى به ماديا ومعنويا. اما الا هضرنا على الصحه
بعد السجون هي ما كاينه مصحه هي الاسم ما موفرين لها، بما ان المندوبيه تابعه للسيد الوزير الاول خص الوزراء اللي معاه يتعاونوا كاملين من اجل انجاح هذه العمليه ديال السجناء وادماجهم. خص وزاره الصحه تعطي امكانيات داخل المصحه مجرد الاسم، اسم ديال المصحه. عندك مشكل مرضتي جلستي تموت على خاطرك، موت مرتي بالنزلة مثلا دوز الشهر تتمشي الراسة، مرتي بالسخانة تتمشي الراسة، كتبقاو تبجحو وتقولو لنا السوار. ودائما أركز أنني لا ألوم الموظف، الموظف درتيلو بحال واحد السيد اللي عنده عرس، أنت موجد الماكلة ديال عشرات الناس وأنت معيطلو على مئات الناس يعشيهم، كي غيدير لهم وكي كي غيجيري الأمور. فالرسالة ديالي اليوم كانت قصيرة، دخل السيد الوزير شي نهار ودوز شي نهار في شي سجن، غير هادي نتا وزير اجي دوز شي نهار قيل وبات في شي سجن، هادي غير بخاطرك ماشي معتقل لجا، وتشوف المعاناة اللي كيعانيها السجين واللي كتعانيها اللي كيعانيها الموظف، باش تبان لك الحقيقة والصورة، باش متبقاش كتخرف السيد الوزير، راك كتخرف بعد شي مرة، كتخرف، تهضر معانا على السوار، البراسلي زعما حنا دولة، كتهضر معانا على على لان 20 دوله 20 دوله دايره هذه القضيه السوار. ما تعاودش الله يجازيك بخير السيد الوزير المحترم وزير العدل، تقارننا مع دول اوروبيه، حنا دول العالم الثالث، حنا خص تدخل لشي نهار السيد الوزير لشي سجن زياره وتجيب وحدك، ما تجيش مع الوفد وتقول لهم انا حسبوني سجين، ودخل من الباب ودخل وشوف المعاناه اللي كيعانيها الموظف والسجين، كطلبوا من الموظف على انه يدمج السجين، هو خصو اللي يدمجو، كيعيش المعاناة، اللوجيستيك ناقص، الموارد البشرية ناقصة، المواد ناقصة، كلشي ناقص، الناس كتعاني، كتهضرو معانا كتقول لنا، سمع واحد المداخلة ديالو، سمع. والحل هو عقوبات بديله، مش انا اللي شديتي يطرني في السجن، اعطي واحد العمل باش تعلم العمل ويمشي فيه، ولا الناس القانون الحمس هذا نطبقوا بالقرب وبما فيه بما فيه السوار الالكتروني اللي هو من اهم العقوبات البديله اللي غادي تكون. السيد الوزير واش حنا نديروا السوار؟ حنا دوله نديروا السوار الدمن هذاك البراسلي، واش حنا عندنا الامكانيات؟ واش حنا ندخل انا قلت لك السيد الوزير دخل لشي سجن من السجون المغربيه، ومثلا دخل للسجن بوركايز، دخل للسجن، انا كنركز على السجون الاحتياطيه اللي كيتوافدوا عليها عدد كبير ديال السجناء، دخل وعيش شوف المعاناه اللي كتعيش الناس، باش ما تبقاش تحلم، وخذ الملف ديال السجناء، هاد المونطون اللي دايرين كتعطيو للمواطن ياكل كتخلصوا عليه الدوله ولا الحكومه، راه غير كافي، راه ناقص، راه كيدخلوا بنادم لداخل صافي نعس ولا لا تنعش ولا تغطى ولا لا تغطاش ولا ما جا يديروا الحكومة، موظف السجون يدو فوق راسو، كيصيفطوا له الوفود ديال زنزانة كتهز 8 ديال البلايص، كينعسوا فيها 22 الناس و20 تنتهكوا فيها الحقوق، كتهضروا لنا على حقوق الانسان وعلى ما موفريناش ما وفرناش الاماكن ديال التطبيب ولا الاماكن ديال التعليم في السيفين، وفروا لنا في قلب السجون واحد داخل يدوز مده سجنيه ديالو، يصيب بعدا فين ينعس، يصيب ماكله نقيه، يصيب تعامل نقي، ماشي يعيش الويلات ويعيش الالام ويعيش المعاناه، وتجي تقول لنا انت السيد الوزير ان العقوبه البديله البراسلي، وتقول لنا ان اللي بغى يشري الحبس ديالو يشريه من 2000 حتى 2000 درهم في النهار، اذا باغي ترد انت حبس ديال الحازقين ديال المقردين ديال البؤساء اللي لاباس عليه ما يدوش الحبس، اقسم بالله العلي العظيم الا في قلب السجون كيدخل شخصيه كيما بغى يكون النوع ديالو، والموظف مسكين لا حول ولا قوه، ما يمكنلوش يدير الامتياز ولا يفضل شخص على الاخر، اقسم بالله الا الحاجه اللي ما عمري نساها انه كينعس في الارض ام حدا المرحاض، واحد اللي كان مسؤول، واحد اللي دوز مع كان نوطير، واحد عنده شركه ينعس في الارض ونعس قرب المرحاض، كاين شي اكثر من هذا الادلال هذا، وكاين شي اكثر من هذا الحقره،
انسان دار واحد الجريمه ومازال ما تفتش عليه حتى حاجه ودخل اثناء التحقيق واثناء مازال ما تفتش عليه والو خصكم توفروا له المال. لا يمكننا نصبروا على ان الحكومه عطات وعود وما وخلفتها، ولكن الوعود انكم خصكم توفروا للسجين المكان والملجا والمأكل وتوفروا له كل شيء لان مسلوبه الحريه ديالو. يكفي انك شاد عليه بزنزانه، ويكفي انك دايره مع واحد الموظف اللي كنعتبره انا وكنشفق عليه انه حتى هو مسكين سجين ولكن المده ديالو غير محدده. اقسم بالله العلي العظيم الى كيف ما كيعانيو السجناء كيعانيو الموظفون. وانا كلفتك بهذا الملف السيد الوزير بما انك شويه كتجتهد وما بقى حتى علاقه عندك مديريه السجون ديال الادماج، لان العلاقه مباشره عندها مع رئيس الحكومه، انك تهضر على ان يحاولوا شي شويه يدعموا وزاره الصحه دعمت السجون بتوفير العنصر والادويه، لان الناس كتعاني في صمص. وشكون اللي كيعرف القيمه والدور الفعال اللي كيقوم به الموظف في السجن هو اللي كيتكتب له انه كيتعتقل وكيشوفه. راه حتى شي واحد ما كيشوف ذاك الدور كيقوم بواحد الدور فعال منظم لانفورماتيك المسائل كلشي عندهم. خصهم غير الامكانيات تزاد لهم، خصهم تعاونوهم، خصكم تعطيوهم حقهم، خصكم تزيدوا لهم في الصالير، خصكم تعترفوا هاد البلاد خصها تعترف بكل واحد كيخدم، لان الا ما وفرتي لهمش الظروف ما غيوفروهاش للساجين، وغيبقى الساجين يكره الواقع. حنا ما بغيناش الوطن يتكره، ان الوطن ديالنا هو شي حاجه مقدسه. نا كاين اللي كيسيروا هذا الوطن بعض المسؤولين هما اللي كيجعلونا اننا نتكرروا، ولكن كاين اللي ما فاهمش غيحمل المسؤوليه للموظف. انا كنحمل المسؤوليه لعدم توفير الظروف للساجين ولا الموظف للسيد رئيس الحكومه المحترم، واحملك المسؤوليه انت لانك انت دائما كتدخل في التفضيلات وكتقلب على المواضيع. انت كذلك السيد وزير العدل المحترم انك تتكلف تكلف. وعلاش هضرت هذا الفيديو درته وقررت نديرو وما بغيتش نسكت؟ سمعت كتهضر على السيوار، درتي لنا بحال القضيه ديال المثله شنو خصك العريان قال له الخاتمه مولاي، واحد زبط وانت دير له الخاتم. هي لنا عطينا حقنا ملي تعتقلوا شي واحد وتدخلوه شي سجن، عطيوه حقه في الاكل وفي الملبس وفي كل شيء، عطيوه حقه ما تهينوش. راكم كتهينوا المواطن، كيتهانوا ولكن ما اكرر كيتهان. لانك فالرساله ديالي كنشكر وكنحيي الحكومه السابقه اللي قررت انها تبني السجون، وكنقول لهذه الحكومه حتى هي قبل لا تسالي تبرمج لنا شي 16 سجن اخر، لان احنا عارفين ان هذه الحكومه لن تفي بوعودها ووعودها، وغيكثروا العدد الناس المقاولين اللي غيطبوا ويعطيو الشكه تمشيو للحبس، اكثروا الناس اللي ما عندهمش الفلوس باش ينفقوا على ولادهم، الناس اللي غادي يمشيو غادي النفقه غيمشيو للحبس، غيكثروا الصفاره، غيكثروا. راه مصيبه، راه السجن مازال خصو الامكانيه الدوبل تضاعف. وانا كانت عندي واحد التجربه ديال اعتقال احتياطي، والحمد لله شفت هادشي اللي كنقولو شتو بعيني، ما عاودو لي حتى واحد. كيدخل راجل شخصيه، راجل في الدوله عنده قيمه، كيدخل لواحد الزنزانه البلايص كلهم عامرين، كيضطر ينعس انه رجلو حدا المرحاض. أليس هذه حقوق الإنسان؟ هذه هي المواطنة؟ هذه هي أننا نديروا العقوبات البديلة، نديروا السوار، وفروا الظروف، الله يجزيكم بخير. واليوم أحمل المسؤولية لرئيس الحكومة والحكومة ديالو، وأنا أضم الصوت ديالي للموظف السجن اللي كيعاني في صمت. ويا فرصة، وغادي ندير حلقات في هذا الموضوع، أنني نكلفك السيد الوزير المحترم السي وهبي انك ترافع على الموظف موظفون الموظفات جوج الملفات، تعويض عن السكن اللي ما كيتقاضاوهش، وتعويض عن حمل السلاح. اما بالنسبه للوجيستيك وبالنسبه للطبيب وبالنسبه للاكل كل شيء ناقص، مازال خصكم والسي المدير المندوب العام للسجون كنحييك وكنشكرك وكنشد بيدك بحراره ومن خلالك على جميع الموظفين والموظفات ديال المغرب
السجون لا الاحتياطيه ولا ديال ديسيبليني، ولكن كنقول لك السيد المندوب مازال خصك تدافع العناصر ديالك، مازال خصك تدافع، مازال لان ما كاينش اللي غيدافع عليك، انت مباشره مسؤول، المندوبيه تابعه مباشره لرئيس الحكومه، فمازال انت مع الموظفين ما عندهم ساكن لا نقابه ولا جمعيه ولا يمكن لهم يهضروا ولا حتى حاجه، لا حول لهم ولا قوه، فدافع عليهم السيد المندوب العام، زيد دافع ولحظه اللي ما كنتو كديروا شي اتفاقيات وكتجيبوا شي وفود وكتجيبوا شي وفود يسنيو اتفاقيات معاهم، فالصوره الحقيقيه السيد المندوب راه كتكمل المشكل الكبير اللي كيأرق السجناء هو الاكتظاظ، اكتظاظ بنيو السجون، هذاك الشيء شغالكم على لا يهمونا، تعتقلوا مواطن بنيو له، اعطيلو فين ينعس، وفروا له الظروف، لكن في السيفيل احنا مع هذه الحكومه ولفنا لا مبالاه ولفنا التجاهل، ولكن في قلب السجن تسلب الواحد الحريه ديالو وتخليه مباشره او كونتاكت مع الموظف الذي لا اصدقكم القول ان الموظف ديال السجن بقوه اللي الضغوطات عليه ما يمكنلوش يقول في قلب الزنزانه يجيب واحد مسجون جا جديد يدير له بلاصه، الا دار له بلاصه غادي يديروا به شكايه غادي يقولوا راه كدير تمييز، اذا الله يجزيكم بخير الزنزانة اللي كترفد تمير البلايص ترفد تمير البلايص، السجن اللي كيرفد 1000 ما يبغيش يرفد 3000، شي كله كيرجع ضغط على السجناء وضغط على الموظفون، فتحية واحترام وتقدير للموظفين موظفات السجون، وانا كان تحية خاصة للموظفين ديال سجن بوركايز من السيد المدير الى اصغر موظف، كذلك كنطلب الله تعالى يفرج ويفاجئ على كل السجناء اللي مسجونين ويدير لهم الله شي مسلك الخير مع هذه الحكومه، ونتمنى من الله ان السيد الوزير يترافع لنا على هاد جوج ديال ثلاثه ديال النقاط، جوج نقاط تهم الموظفون ونقطه ديال الاقتصاد، ما ديروا لنا حتى حاجه، ما وقفوا كل شيء، لان واحد مسجون خص تحلوا المشكل، راه مسجون سالب له الحريه ديالو خص تعطي حقه. شكرا لكم اخواني واخواتي، شكرا للاخوه اللي فهموا الموضوع ديالي واللي متبعين معنا، رئيس الملح المباشر عبر قناه ديالنا دوبيس تي في، احييكم تحيه احترام وتقدير من الاخ والعبد الضعيف محمد عرب.